خلينا ننضم لنا على الهاتف دلوقتي كابتن محمد عبد الكريم مدرب العام نادي المصري بورسعيدي. كابتن محمد مساء الفل. الفل عليك يا كابتن محمد وتحياتي ليك ودايما منور ومتالق كده حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن محمد. الف مبروك طبعا على مباراه امبارح، فوز كبير نادي المصري على الزمالك بهدف دون رد. خليني اعرف من حضرتك، يعني يمكن ده الفوز الثالث على التوالي لنادي المصري على نادي الزمالك في المواجهات المباشره ما بينهم، استعدته ازاي نادي الزمالك فتره التوقف الدولي؟ يعني الحمد لله بعد التعادل مع الجونه قفلنا على ماتش الجونه وفكرنا في ماتش الزمالك، درسنا الزمالك كويس قوي، حضرنا كابتن محمد الزمالك كويس قوي، كابتن علي احنا كجهاز مع كابتن علي حضرنا كويس قوي للفرقه، عرفنا ايه مفتاح لعب نادي الزمالك، عرفنا ايه الثغرات اللي عندهم، حضرنا اللعيبه خلال ال 15 يوم دول، حتى المباراه الوديه اللي احنا عملناها بنفس التكتيك، امتى الزمالك هيضغط علينا وامتى هنضغط عليه وامتى نعمل المرتدات. فالحمد لله تحضرنا كويس ودرسنا نادي الزمالك، نادي الزمالك فرقه كبيره. وانت قلت حاجه دلوقتي صح، صعوبه الماتش حاجتين، ان اخر مواجهتين بيننا وبين الزمالك احنا كسبانين، وتعادل النادي الاهلي مع الاتحاد السكندري قبلنا بيوم ده ادى دافع ليما ونادي الزمالك، يعني خلى الدوافع متساويه يعني. بالظبط. فالحمد لله الحمد لله قدرنا اللي احنا كل اللي احنا طلبناه من اللعيبه نفذوه، فبشكرهم على ده. وبقول الحمد لله على مكسب مهم على فرقه كبيره معاها جهاز فني محترم ونادي كبير معاه جماهير كبيره جدا، فبقول الحمد لله. النادي المصري مجلس اداره النادي والجهاز الفني واللعيبه، وده ده 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 دافع قوي جدا وجود مستر كامل ابو علي في المباراه. خليها سكت محمد عبد الكريم، يمكن امبارح الناس كلها كانت يعني علقت على الاداء السيء لنادي الزمالك، لكن صراحه النادي المصري امبارح كان اداء مميز بالنسبه له. طبعا كل الناس اراءها بنحترمها، سواء هو بيقول نادي الزمالك سيء، ما قالش نادي المصري كان كويس، ده عادي جدا بالنسبه لنا، احنا بنتقبل النقد يعني. لكن بشكر في محللين عندك في القناه، مش عايز اشكر، حللوا الماتش بطريقه جميله، امتى ال 25 دقيقه الاولانيه وامتى النادي المصري عمل ايه. احنا ما فيش فرص علينا استاذ محمد غير كوره الشوط الاولاني ناصر ماهر بالظبط بتاعت مشلاك اللي ضيعها، وكوره الجون الثاني اللي هي في العارضه وردت ومحمود جت، ايه الخطوره علينا النادي الزمالك؟ لكن احنا رحنا بكذا كوره كنا نقدر نترجم ده، لكن هو اللعب مع نادي الزمالك ليه حسابات. نادي الزمالك طول ما الجون بيتاخر نادي الزمالك بيتوتر، فهو ده اللي احنا قلنا طول ما احنا 0-0 احنا نقدر نجيب، احنا عندنا مفاتيح لعب سواء في الملعب او بره الملعب كمان، احنا عندنا مفاتيح لعب بره الملعب، كانت ممكن كمان لو احنا المكسب اتاخر كنا ممكن ننزل لعيبه بره عندها حلول كريم بامبو والقرموطي، لكن الحمد لله تغييراتنا كانت موفقه بالنسبه للشوط الثاني لما دغموم الحاله البدنيه قلت شويه طلعناه ونزلنا يوسف الجوهري نمسك نص الملعب شويه، لما صلاح محسن برضه الحاله البدنيه لاعب المباراه اللي فاتوا، فالحمد لله تغييراتنا كانت موفقه. فبنحترم كل الناس يا كابتن محمد ودي ارائهم وبنحترمها يعني. ثلاث اهداف حصيله هجوم نادي المصري في ثلاث مباريات، الحصيله مش كبيره، لكن اللي يميز نادي المصري انه الفريق الوحيد في الدوري حتى الان الذي لم يستقبل ولا هدف حتى الان. الحمد لله اشتغلنا على ده كويس قوي، لان ده كان مضايقنا كجهاز فني. كابتن علي كان بعد نهايه الموسم كنا متضايقين قوي في الموضوع ده، ان احنا دخل فينا جوان كتير السنه اللي فاتت، فاشتغلنا على ده، ان احنا اهم حاجه احنا عندنا حلول، فاهم، اهم حاجه ان احنا ما يجيش فينا جول، فاشتغلنا على ده. فالحمد لله ثلاث مباريات زي ما انت بتقول كلين شيت، ودي بشكر المدافعين وبشكر الفرقه كلها، لان الدفاع بيبدا من عند صلاح محسن من عند فيروز يعني. فاشتغلنا على ده، هنترجم الاهداف هتزيد ان شاء الله، لان احنا بنوصل كتير يا كابتن محمد. لو انت بصيت على الاحصائيات او حد جاب الاحصائيات، الحمد لله بنوصل من العرضيات وبنوصل من العمق وبنوصل من الاجناب، فان شاء الله الاهداف هتزيد. يمكن النادي المصري رفقة نادي الزمالك في المجموعة الرابعة في بطولة الكونفدرالية، شايف مواجهتكم اللي جاية هل هتبقى أكثر صعوبة؟ طبعا صعبت أكثر كمان بعد ما كتبنا امبارح، صعبت أكثر. وفي الآخر احنا بنبص على الماتشين الأولانيين، عندنا ماتش يوم الأربعاء مهم جدا، فبنبص عليه وبعد كده بنقفل، وعندنا ماتش مهم جدا في الدوري، فاحنا قفلنا امبارح وعندنا تمرين النهاردة عشان نستعد لماتش أفريقيا، وبعد كده نشوف لما يجي ماتش الزمالك وقتها أكيد هنحضر كويس، ونتمنى ان احنا نوصل احنا نادي الزمالك في المجموعه دي. طموح نادي المصري السادي على المستوى المحلي والمستوى الافريقي، يعني الكابتن علي طموحه ملوش حدود، احنا كجهاز فني وصلنا ده للعيبه، احنا السنه اللي فاتت وصلنا مركز رابع ولعبنا افريقيا، السنه دي لازم نحسن المركز ولازم نلعب على بطوله،
ان النادي ده يستحق كده، الجمهور ده يستحق كده، اللعيبه دي تستحق كده. ما في صدارة النادي بقياده مستر كامل ودكتور موسى مش فاهم على الكوره، كابتن نائب حسين ابو عمر، استاذ رجب عبد القادر، مش عايز انسى حد، الكابتن ياسر سالم، مجلس الاداره كله في ظهرنا، وطبعا بقياده مستر كامل ابو علي. فحدودنا طموحنا ملوش حدود. كل التوفيق. الحمد لله الحمد لله. كل التوفيق لكم كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري، والف مبروك على مباراه امس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله فيما هو قادم.